يبدو أن المشاكل بين الفنان أحمد سعد والفنانة سمية الخشاب لن تنتهي قريبا، ليكون آخرها صدور حكم قضائي بحبس الأخيرة لمدة 3 سنوات. هكذا قضت محكمة الدقي بمعاقبة الخشاب بالحبس لمدة 3 سنوات مع دفع كفالة 50,000 جنيه، وذلك بعد أن اتهمها طليقها أحمد سعد بإصدار شيك دون رصيد. وتعود مجريات القضية بعد أن تقدم سعد ببلاغ ضد الخشاب يتهمها بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 1,000,000 جنيه لصالحه، وهو الأمر الذي رد عليه سعد بأنه حدث عن طريق الخطأ ودون علمه، وهو الآن خارج مصر. ونشر صورة له خارج البلاد وكتب عليها: أوضح وفقط للحق ومهما كانت الخلافات أنه بالفعل تمت التسوية والاتفاق على التسوية بنفوس راضية، إلا أنني تفاجأت بالأخبار من خلال الأعلام وتم فورا تصحيح المسار، متعاليا عن أي إساءة أو ترويج لأكاذيب عارية تماما من الصحة، ولكن للأسف ذأب على ترويجها أعلام الفلس والإثارة. وكان أحمد سعد قد تعمد في وقت سابق إحراج طليقته سمية الخشاب أمام الجمهور من خلال نفيه أن علاقتهما على ما يرام بعد الطلاق وأن بينهما تواصل.